مباراة ميزتها أجواء شبيهة بالدربي بحرارة التشجيع في المدرجات وحماسة اللعب على المستطيل الأخضر بين اتحاد البليدة والضيف جمعية شلف الذي يغازله هذا الموسم حلم العودة إلى حظيرة الكبار. بداية اللقاء عرف كر وفر من الجانبين، وأول كرة ساخنة كانت شلفاوية مرت بردا وسلامة على مرمى اتحاد البليدة، ليأتي بعدها مباشرة هدف جمعية شلف من بن حملة في الدقيقة 21، هدف زاد به الضغط على أصحاب الأرض الباحثين عن تسجيل أول نتيجة إيجابية هذا الموسم، وهي الكرة بالعرض البطيء. نشهد بعدها أول تغيير اضطراري لاتحاد البليدة قبل نهاية الشوط الأول، ثم كرة ساخنة من اتحاد البليدة التي لم تأتي بالجديد ومرت بردا وسلامة على مرمى جمعية شلف، ونهاية المرحلة الأولى بتفوق الجمعية. في شوطها الثاني وبدون مقدمات الاتحاد يعدل النتيجة بواسطة الهدف الذي هز شباك جمعية شلف وأفرح أنصار فريقه. لتتكرر المحاولات بين الطرفين لكن دون جديد مع حسابات المدربين بتوظيف أوراقهم الناجحة، ثم نشهد الهدف الثاني للجمعية في هجمة معاكسة أتت ثمارها، هدف ثاني وقعه بن قابلية في الدقيقة 63 مانحاً التقدم لفريقه، ليحدث ما لم يكن في الحسبان بعد ذلك وتوقف المباراة لقرابة ربع ساعة بعد اشتعال نار بإحدى المخازن المحاذية لأرضية الميدان وتدخل رجال الإطفاء لإخماده. بعد ذلك لم نشهد أي جديد وتنتهي المباراة بفوز جمعية شلف بهدفين لهدف.